طيب تعالي نفصص المسائل يا بسنت. يعني لو نرجع كده لعبد الحليم اللي دخل معهد الموسيقى العربية، أولا هو من الكتاب في الحلوات، وبعدين بدأت الموهبة في المدرسة، فكان ياخدوه في المدرسة يعمل الأناشيد والحاجات دي. صحيح. وبعدين عبد الحليم راح معهد الموسيقى العربية. تصوري أنا وقفت عند حاجة غريبة جدا، عبد الحليم يدخل قسم التلحين وكمال الطويل يدخل قسم الغناء، واول اغنيه غنيها حليم يكون مع كمال الطويل. صحيح، يعني حاجه غريبه مش كده؟ ايوه صح. يعني انت لما ترجعي للبدايات خالص، لبدايات عبد الحليم، ما تقدريش تقولي انه عبد الحليم بدا لوحده، هو بدا بمجموعه من الشعراء والملحنين، شباب صغير عندهم يعني عايزين يجددوا في المزيكا. كان عبد الوهاب طبعا بدا قبل كده بالتغيير والتطوير، هم كملوا عملوا ثوره في الموسيقى. كمال الطويل مع عبد الحليم، مع بليغ، مع الموجي، مع حمزه، هم كانوا مجموعه قرروا ان هم ياخدوا الغنوه في حته تانية في بدايه الخمسينيات. لكن النقطه بتاعه كمال الطويل، انت تشوفي مدى الصداقه اللي هو انه، وفكره الايثار، ان كمال الطويل يبقى في يفضل عبد الحليم على نفسه علشان يغني. بالزبط. كانت قصيده لقاء. وبعدين عمله على قد الشوق طبعا. طبعا على قد الشوق وأسمر ياسمراني نجحت طبعا. يعني انت لما تسمعي اسمر ياسمراني كمان بصوت كمال الطويل، لا ده طعم تاني خالص كمان. طبعا طعم الملحن بقى. امال ايه كمان.